أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أهلا بكم في حلقات تحفيظ وتثبيت سورة البقرة. وصلنا لآية 214 من سورة البقرة. هات المصحف عشان نحفظ مع بعض. هتقرأ معايا لما أكون أقرأ وأبص في المصحف كده. هتبص في مصحفك وتقرأ معايا بصوت عالي، وتسمع معايا لما أكون ببص لك وأكون بسمع، هتسمع معايا بصوت عالي. تركيز، نعملش أي حاجة، هات كل اللي في البيت يحفظوا معانا. يلا نبدأ. بسم الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب 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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون 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 قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم
وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم هنسمع الجديد ثلاث مرات ونسمع من أول ربع واذكروا الله مرة واحدة ونسمع الماضي بتاعنا نص جزء ولو أنت حابب تراجع معنا سورة البقرة وحافظها كلها بس لازم تكون حافظها كلها عشان هنراجعها كلها في مراجعة لسورة البقرة بنسمع أيام السبت والحد والثلاث والخميس صفحة جديدة كل مرة لكن بنجيب من أول السورة كل مرة عشان ما ننساش أسأل الله أن ييسر لكم حفظ القرآن الكريم وأجمعكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والسلام عليكم